اهلا بحضراتكم مره تانية، والفقره الثانيه من البيت الكبير هنتكلم عن المدرب المصري، مشاكل المدرب المصري، ايه طموحات المدرب المصري. عايزين نتكلم اكتر، يعني عناصر اللعبه كتيره جدا، لكن المدرب المصري ايضا له حق علينا نتكلم عليه. وعشان كده النهارده بيشرفنا مدرب كبير، مدرب على مستوى الاسم كبير جدا، يمكن بدا انطلاقته مع الممتاز به، وقدر في وقت قليل جدا جدا يكون اسم كبير، مش بس في الممتاز به، لا ده صعد كمان بنادي الداخلية للممتاز ألف، وبعد ما صعد قدر كمان يكسب الفرق الكبيرة ويحقق نجاحات كبيرة جدا جدا على المستوى الفني. مدرب كبير على المستوى الخلقي، إنسان كبير وعظيم. بيشرفنا النهاردة في الاستوديو الكابتن علاء عبد العال. منورنا يا كابتن في البيت الكبير. حقيقي يا كابتن، ازاي حضرتك؟ الله يخليك. انا مبسوط وسعيد ان انا في بيتي، بيتي النادي الاهلي، بيتنا الكبير فعلا. ببارك طبعا للنادي الاهلي كله، اداره ولاعبين وجمهور، على القناه والمحطه الجميله دي، فعلا مفخره. فالف مبروك، وانا سعيد ان انا موجود في البيت الكبير مع بدايته. يعني انا اعتقد صحيح. ان ده يمكن تاني اسبوع، فده شيء يشرفني، وخاصه ان انا ابن من ابناء النادي الاهلي. فالف مبروك، وبرضه بستغلها فرصه، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا كابتن، بمناسبه صوم السيده العذراء مريم، وكل سنه والاخوه المسيحيين كلهم بخير. كل سنه وكل المصريين طيبين. الحوار ان شاء الله هيكون طويل، الحوار ان شاء الله ممتع. نطلع قبل ما نتكلم ونبدا حوارنا مع الكابتن علاء، نشوف تقرير مع حضراتكم ونرجع مره ثانيه. عانق السحاب مدربا بعد ان بزغ نجمه مع كل الفرق التي تولى تدريبها ووقف بها ندا قويا ومنافسا عتيدا امام الكبار. المدرب القدير وابن النادي الأهلي السابق علاء عبد العال. بدأ علاء عبد العال مشواره مع الساحرة المستديرة لاعباً في صفوف مدرسة الكرة بالنادي الأهلي في مراحل الناشئين، حيث أجاد في مركز الليبرو إلى أن وصل لفريق الشباب. بعد دخوله كلية الشرطة حالت الظروف دون مواصلة المشوار، فقرر الابتعاد عن كرة القدم والتركيز في دراسته. بعد تخرجه من كلية الشرطة تولى الإشراف على فرق في قطاعات الناشئين باتحاد الشرطة الرياضي، ونجح بها نجاحاً لافتاً، وقاد فريق 17 سنة بالقطاع للفوز ببطولة منطقة القاهرة على حساب أندية عريقة مثل قطبي القمة، ما منحه الثقة لدى القيادات في قطاع الشرطة، فقرروا توليه مسؤولية الفريق الأول بالقطاع، حيث قاده من الدرجة الثالثة إلى الدوري الممتاز في غضون موسمين، ليتولى بعد ذلك تدريب الفريق الثاني في القطاع، فريق الداخلية، والذي قاده بدوره للصعود إلى الدوري الممتاز. وفي هذه التجربة ظل مع الفريق في دور الأضواء والشهرة، وحقق نتائج لافتة نالت إشادة كل المتابعين للفريق. وبعد هذه التجارب الناجحة بات علاء عبد العال مطلباً للكثير من الأندية البارزة في بطولة الدوري الممتاز، فتولى تدريب فريق MP ومن بعده بتروجيت. علاء عبد العال مدرب قدير بدرجة ضابط شرطة، ويرى دائماً في الجنرال الراحل محمود الجهري مثلاً أعلى له، يسعى لتكرار نجاحاته وإنجازاته. اهلا بحضراتكم مره تانية. تاريخ يا كابتن، يعني انا شايف ان تاريخ، وتاريخ صعب، انك بتصعد بفريق الشرطه من الممتاز به في 2008 تطلع بيه للدوري الممتاز، وبعدين كمان بعديه بسنتين تاخد فريق الداخليه وتصعد بيها للدوري الممتاز. الموضوع مش سهل، الموضوع صعب طبعا. وصعوبته في ان انا ما خدتش نصيبي كلاعب كوره، وما خدتش شهرتي كلاعب كوره. طب يعني بالمناسبه انت قلت لي انت من ابناء النادي الاهلي، قلنا لنا بقى تاريخك كلاعب كره الاول، وبعدين نبدا مرحله التدريب. لا هو طبعا نرجع من الاول كالعاده، انا من ابناء شبرا مصر يعني. وطبيعي بدايتنا كوره، في الكره الشراب في الشارع، ده كانت حاجه ممتعه بالنسبه لنا، والشارع فاضيه وجميله.
جيت عند سن 11 سنة حصل اختبارات، فلمينا نفسنا مجموعة كبيرة جدا وناس كتير عملت كده، حوالي 5-6 من ولاد الحتة زي ما بيقولوا أو المنطقة، وطلعنا على النادي الأهلي. كنت أنا أصغرهم سنة يعني، كان في الأكبر مني بسنة وسنتين، ورحنا اختبار النادي الأهلي ونزلت. كان سنك كم يا كابتن؟ كان عندي 11 سنة. الكلام ده كان سنة 76، وكان كابتن الله يرحمه طبعا الكابتن مصطفى حسين وكابتن فتح نصير في الاختبارات، وكان الاختبارات في ملعب التتش، كان اول في ملعب كره السله اللي هو اول ما تخش من البوابه على الشمال بالظبط كده. وتم اختياري، وانت عارف بقى الكارت الاخضر ده، وتيجي بعد يوم ويومين لغايه اما ربنا كرمني وتم اختياري نهائي، وتم وجودي في مدرسه الكوره في النادي الاهلي، واستمريت على كده بقى المراحل الناشئين كلها مختلفه. عدى عليا طبعا مدربين كبار في النادي الاهلي زي الكابتن عادل عزيز بدايه، طبعا اولهم طبعا الكابتن مصطفى حسين ابو الاشبال طبعا، ابو الاشبال عم جمعه سرحان الله يرحمه طبعا الله يرحمه. وبعدين بقى الكابتن عادل عزيز، الكابتن عادل تعيمه، الكابتن انور سلامه، الكابتن شواب شافي، الكابتن ناجي خليل، يعني كل دول عاصرتهم. بس طبعا ما كانش ليا نصيب بقى كلاعب كره. كملت يا كابتن في قطاع الناشئين لغايه سن كام؟ يعني انت دخلت 11 سنه لغايه سن 19 سنه او 20 سنه لغايه مرحله الناشئين النهائيه. بس الفتره دي كنت دخلت كليه شرطه خلاص. فكان في صعوبه بقى في ان انا اخرج، وانت عارف كليه شرطه بيبقى في فتره تدريب اولي بتاع حوالي شهر ونص ما تشوفش الشارع خالص. فدي وجدت عندي صعوبه ان انا اكمل في النادي الاهلي، والنادي الاهلي دايما بيبقى عايز اللاعب مستمرار تحت ايديه يعني، متفرغ طبعا بشكل كبير يعني. فدي واجهت صعوبه طبعا ان انا اكون طالب، فخدت اتجاه وبعد كده ما سكتش يعني. خلصت مرحله الناشئين، رحت طنطا، لعبت موسم هناك في نادي طنطا. كان الفريق الاول بس كان ممتاز بيه، كان عندهم صعود، كان استاذ فايز عريبي كان سكرتير عام النادي وقتها. ورحت انا واربعه خمسه لعيبه من النادي الاهلي من الناشئين، احمد عبد المنعم، عصام جوده، هشام فؤاد. المجموعه اللي ما تصعدتش او ما كانش ليها حظوظ في الفريق الاول راحوا مع حضرتك. رحت، ويمكن وقتها كان الكلام ده كان سنه 84، ورحت خدت 5000 جنيه في ايدي، يعني كان مبلغ وقتها كبير طبعا، ما كانش فيه طبعا لسه الاحتراف، طبعا لسه المبالغ دي ما كانتش موجوده. وبعدين بعديها بسنه لعبت موسم هناك في طنطا، ورجعت كابتن كمال عثمان رحمه الله عليه طبعا، يعني بقى لله لسه متوفي من اقل من شهر، شافني وهو كان ماسك السكه الحديد، طلبني، اشتروني من نادي طنطا برضو بمبلغ 7000 جنيه، كان وقتها برضو مبلغ يعني. ولعبت في السكه الحديد 3 مواسم، كل ده وانا طالب في كليه الشرطه. يعني كنت يعني برضو بحاول بقاوح يعني. الموضوع برضو مش سهل انك بتكون مشارك في الممتاز به، بتلعب دوري وكمان طالب في كليه الشرطه اللي هي بتتطلب كمان وجودك او مجهود بدني كمان كبير. مجهود بدني وصحيان واقامه داخل الكليه فكل ده كنت بحاول ان انا ما ابعدش عن الكوره، لان طبعا كنت بعشقها يعني. وبعد كده خدت بقى طريقي، لعبت موسم في الاقل من موسم في الترسانه، كنت اتخرجت خلاص فريق اول دوري ممتاز. بعد كده لقيت الامور صعبه جدا فقلت لا خلاص كده يعني. جات لك فكره التدريب ازاي؟ يعني انت يعني مريت ناشئين وبعدين وصلت للممتاز ممتاز به، وبعدين حتى لعبت سنه في الممتاز الف مع الترسانه. ايوه. فكره انك تبقى مدرب جت امتى؟ هي جت بالصدفه. تخيل انت بقى، ربنا كرمني واتخرجت من في كليه شرطه، وتم تعييني داخل كليه شرطه. يعني برضو من من الحاجات الجيده في حياتي ان انا اتخرجت وتعينت ضابط في كليه شرطه. فانت عارف كليه شرطه لها فريق كوره. بالظبط. بيشارك في دوريات الشرطه، بيشارك في دوريات الجامعه. كان طبعا استاذي طبعا واللي كان ماسكنا في كليه الشرطه حاليا اللي هو عثمان دسوقي، وده ليه افضال كتيره عليا ما اقدرش انكرها. وقتها جات له سفريه خارج في السعوديه، فتوليت انا ان انا اقود فريق كليه الشرطه لوحدي، فوجدت في نفسي الموهبه حقيقي والله. يعني لقيت نفسي خدت دوري الشرطه. لقيت نفسك مبسوط بشغلك، مبسوط بيها. وحاسس ان انا بحبها، وحاسس ان انا ببتكر حاجات من دماغي، لسه ما كنتش صقلت نفسي في التدريب خالص يعني. وكنت فريق كليه الشرطه ان هو ياخد دوري الشرطه من الامن المركزي لاول مره يعني، من فتره كبيره من ايام ما الله يرحمه كابتن ابراهيم يوسف والعتاوله الكبار كابتن عادل عبد الواحد والزفتاوي
كابتن عمرو عبد المقصود الله يرحمه. فدي كانت البداية. ثقلت نفسي بعد كده، رحت خدت الدراسات الأكاديمية الأولمبية في استاد القاهرة حوالي 45 يوم، وبدأت بقى ناشئين السكة الحديد. بدأت بعديها قعدت حوالي سنتين، وبعدين رحت بدايتي القوية أو الجادة كانت في اتحاد الشرطة الرياضي، إن أنا مسكت فرقة 11 سنة بدأت أكونها. 11 سنة؟ بدأت أكون فرقة جديدة 11 سنة بدأت أتدرج بيهم اللي هم مواليد 86. بدأت يعني أنت خدت فريق اتحاد الشرطة كناشئين، أنت بتتكلم 11 سنة، يبقى أنت بتعمل ده، أنت بتعمل جيلين عشان تطلع بيهم. يعني أنت بدأت بيهم هم عندهم يعني في سن صغيرة، وبدأت تبني الفرقة ده لغاية ما وصلت بيهم الدوري. لا هو كان في فريق أول بيلعب في القسم الثالث. مظبوط، كان في فريق أول في الوقت ده بيلعب في القسم الثالث أو الرابع، وبعدين صعد للقسم الثالث. إنما أنا بدأت ناشئين، وده طبيعي. خدت المشوار يعني من أوله يعني. بدأت أخد بيهم بطولات منطقة القاهرة، بدأت أطلع بيهم سن 13 و14 و15 سنة، لغاية يمكن دي برضو بداية معرفة المسؤولين في اتحاد الشرطة بيا. وده طبعا منهم طبعا اللي هو محمد صبيح، يعني ده برضو رجل فاضل وله جميل لعلاء ان هو حطينا على الطريق السليم. لان انا لما وصلت لسن 17 سنه بهذا الفريق اخذت البطوله من الاهلي والزمالك، وتخيل الجيل بتاع الزمالك فيه شيكابالا واحمد غانم سلطان ومجموعه كبيره من اللاعبين مش متذكر بس ابرزهم دول، والنادي الاهلي حسام عاشور واحمد سمير فرج يعني واحمد عادل عبد المنعم. عملت انجاز كبير طبعا. فان انا اخد منهم البطوله دي كانت البدايه. بدات اسمع حتى على المسؤولين في اتحاد الشرطه، كان وقتها بقى اتحاد الشرطه في القسم الثالث، وطلبوا مني ان انا امسك القسم الفريق الاول. كان وقتها الكابتن عادل عبد واحد، وكان الفريق موقفه صعب في القسم الثالث. قدرت ان انا اوصل بيه في نفس الموسم ده. كان يمكن فاضل مباراه على نهايه الدور الاول، وكان الاعلاميين هو الاول، والفريق قبل الاخير بماتشين بفرقتين، وفاضل مباراه في نهايه الدور الاول و12 مباراه في الدور الثاني، يعني 13 مباراة. قدرت ان انا اكسب 10 مباريات وتعادلنا في 3، ووصلنا تاني المجموعة وعملنا مباراة فاصلة مع النصر القاهري، وصعدت للممتاز به بفريق اتحاد الشرطة. وبعديها بسنة بدأ يبقى فيه اهتمام من وزارة الداخلية، طبعا سيادة الوزير حبيب العلي الله يمسيه بالخير وربنا يديله الصحة، واللي هو جدي يوسف والمسؤولين بدأوا يهتموا بالكورة في قطاع الشرطة، ووفروا امكانيات معقوله بالنسبه للممتاز بيه، وقدرنا نصعد بفريق اتحاد الشرطه للدوري الممتاز موسم 2008. 2008 مشوار طويل يا كابتن جدا، وده احنا قلنا كل ده ولسه الصعب اللي جاي. بص هو انا زي ما بقول لك كده كابتن هاني، هي الصعوبه ان علاء عبد العال بنى اسمه بعيد عن النجوميه. يعني انا ما كنتش نجم كلاعب، انت عارف دايما ابناء الاهلي والزمالك اللي هم بيلعبوا فريق اول دي بتسهلهم حاجات كتير جدا في التدريب وعلاقات، انما يعني ربنا كرمني ان انا اخذتها من تحت لغايه ما وصلت اللي انا فيه دلوقتي، وده فضل كبير قوي من عند ربنا. طيب هينضم دلوقتي معانا على التليفون حد من البني ادمين والانسان اللي انت بتحبه جدا. قول الو. الو الو كابتن علاء. كابتن عادل، انا نفسي تعب جدا من المشوار اللي انت قلته ده. ده كابتن عادل، كابتن اللي هو حماده. لا كابتن ماهر. كابتن ماهر حبيبي. لا اصل كابتن ماهر، كابتن ماهر همام ده ليه قصه. معلش يا كابتن ماهر استاذنك بس. ارحب كابتن ماهر، برحب بحضرتك. وانا عايز امسي على كابتن هاني واقول له الف مبروك حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. منور بيتك طبعا وقناه النادي حبيبي يا كابتن. وانت على فكره من الناس يعني اللي انا طلعت الفريق الاول، وكنت انت مثلي الاعلى فعلا في الفريق الاول، وكنت دايما قدوه قدامي على المستوى الفني وعلى المستوى الاخلاقي. برحب بيك يا كابتن. كابتن ماهر ازي حضرتك؟ وبرضو نفس الموضوع كابتن هاني، انا كنت بلعب ليبرو برضو. ويمكن انا اسبق كابتن هاني بعده سنوات، وكنا كلنا في استاد التتش بنتفرج عليكم وبنتمرن وبنتابعكم، وكنت برضو مثل اعلى ليا. انا كنت بلبس رقم 6 حبا في الكابتن ماهر همام حقيقي، وكنت اتمنى ان انا اوصل للفريق الاول
وامثل النادي الاهلي. انما حاجه جميله وانت لاعب وانت مدرب، احنا محتاجين اتنين زيكم دلوقتي، نعمل ايه؟ حبيبي حقيقه يا كابتن، نخس شويه يا كابتن، نخس شويه ونبدا نلعب وحضرتك وتكون معانا. لا حاجه جميله والله علاء، يعني طبعا انا سعيد انك انت موجود طبعا في بيتك، البيت الكبير للنادي الاهلي، وطبعا مع النجم النجوم كابتن هاني رمزي. الله يخليك يا كابتن. يعني مثل اعلى كبير جدا في الساحه الرياضيه وفي عالم الاحتراف. احنا كنا محتاجين النماذج اللي زي هاني، عشان واحنا بنشتغل كده نقول للقاعده اللي تحت انا عايزك تبقى زي هاني رمزي، عايزك تبقى زي علاء. فمفتقدين النجوم دول بشكل كبير، لكن طبعا انتوا موجودين في بالنا على طول. هاني بمشواره الجميل وهو لاعب، مشواره الجميل وهو مدرب، وانت كمان علاء يعني من الناس اللي يعني استحت تستخرج زي ما بيقولوا اسمك وسجلك وانت لاعب، حاجه مشرفه. وانت مدرب طبعا لينا الشرف كلنا انك انت ثبت وجودك على الساحه الرياضيه المصريه بشكل كبير جدا في جميع المحطات اللي انت اشتغلت فيها. كنت مدرب على اعلى مستوى من الكفاءه الفنيه والخططيه، وكمان حته الاخلاق اللي دي بتعتبر يمكن نادره جدا في ملعبنا. فالنهارده شرف كبير جدا للكره المصريه يبقى في نجمين زيكم كده موجودين على الساحه. ربنا يخليك يا كابتن ماهر، وزي ما بقول يعني حضرتك مثل اعلى لناس كتير جدا، وانا واحد من الناس ديت، وياما اتعلمت من حضرتك كتير. زي ما بيقول الكابتن علاء كده، كنا بنقف على سور النادي نتفرج عليكم، نتفرج ازاي بتتعاملوا وازاي بتنزلوا الملعب وازاي التدريبات بتتم، وعلى المستوى الفني وعلى المستوى الاخلاقي. طبعا احنا يعني حضرتك اسطوره من اساطير النادي الاهلي، واتمنى يا كابتن يعني دعوه خاصه كده تشرفنا هنا في البيت الكبير. لا بيتك طبعا هاني، طبعا ده بيتك، ده بيتك يا كابتن. تحت يعني تحت امرك حبيبي، تحت امرك هاني. طبعا عايزين نستفيد منك يا كابتن. هاجي لك هاني طبعا ده اقل حاجه الواحد يقدمها طبعا لزمايلي واخواتي الصغيرين. يعني النماذج اللي موجوده النهارده اللي بتكلم عادي يعني نماذج محترمه جدا، محتاجينها بشكل كبير جدا في المحك الكروي والمناخ اللي موجود الحالي. لان احنا مفتقدين النماذج دي يعني. انت وعلاء بتهدوا لنا حاجات كتير قوي باخلاقكم وشغلكم والتزامكم واحترامكم واحترافيتكم. فنتمنى كده ان احنا ان شاء الله نتعامل مع بعض احنا الثلاثه كده اكيد قريب باذن الله رب العالمين. اكيد كابتن ماهر، يعني حضرتك بتشكر فيا انا والكابتن هاني. لا حضرتك برضو كنت مثال للخلق وانت لاعب، ويمكن من اللاعبين القلائل اللي في المركز الظهير الثالث او السيرد باك، ويبقى على خلق عالي. ويمكن ما كنتش برضو افتكر ان ما كانش بيحصل لك طرد كتير او انذارات. انا قعدت على في تاريخي الحمد لله 400، يعني ما خدتش انذار ولا كارت احمر ولا انذار ولا كارت احمر. انا افتكر كابتن ماهر ولا في المراحل ده مدافع الاول، ولا في افريقيا ولا مع المنتخب. كنت باخد احسن ظهير ثالث، كنت باخد احسن اخلاق سنه 80 وسنه 81 وسنه 82، ودي كانت جايزه كانت معموله في الموسم مع جايزه احسن لاعب واحسن هداف واحسن حارس مرمى. فكان ليا الشرف ان انا باخد احسن اخلاق، وده بيعتبر كان وسام على صدري بالنسبه للثلاث جوائز اللي خدتهم في الثلاث سنوات. طبعا طبعا تاريخ كبير يا كابتن ماهر، وفعلا احنا عايزين اللي زي حضرتك والجيل بتاعكم العظيم الجميل اللي عمل تاريخ للنادي الاهلي سواء فنيا او خلقيا. فاحنا بنتشرف ان احنا من الاجيال اللي وراكم، اللي اتعلمنا منكم كتير. واعتقد انا اعرف ان حضرتك دلوقتي ماسك مدير قطاع الناشئين في نادي الانتاج الحربي، اعتقد انت مكسب كبير جدا لهذا النادي العريق. يعني والله الحمد لله علاء، يعني المنظومه العسكريه بدك منظومه انضباطيه زي النادي الاهلي، بتعلم منه كتير جدا واخد بالك. وانا دي ثالث سنه ليا مع الانتاج كرئيس قطاع الناشئين، فعلا حاسس انا ببيتي في بيت النادي الاهلي. يعني المنظومه العسكريه قريبه جدا من النادي الاهلي في حاجات كتيره جدا. يعني منتظرك ان شاء الله يا كابتن ماهر وملف الناشئين. حضرتك طبعا ليك باع كبير جدا، فمنتظرك وجماهير النادي الاهلي كلها منتظرها يا كابتن. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليك يا كابتن. شكرا باذن الله، وسلام العلاء وبالتوفيق ليكم وكل سنه وانتم طيبين. شكرا جزيلا كابتن. من النماذج الناجحه طبعا واساطير، ويمكن انا في رايي انه ما خدش حقه بشكل كافي كابتن ماهر. همام من اللعيبه، انت عارف كده كابتن، في لعيبه بتبقى دايما ايه بتشوف شغلها
ومن من الملعب على اوضه اللبس ياخد الشاور بتاعه على البيت. يمكن كابتن ماهر من اللعيبه ديت اللي ملهاش حتى في الوقت اللي انا كنت بتفرج ملهاش حس، بيشوف شغله بهدوء، ويعني على مستوى الفني كان رائع. يعني اللي احنا بنقول عليه جندي مجهول ده صحيح. صحيح كابتن ماهر، انا في رايي الشخصي ان هو يمكن في اخلاصه في الملعب يمكن جعل ان في لاعبين اخرين، وهم لاعبين عظام يعني وفي وقتهم سواء على مستوى النادي الاهلي او منتخب مصر، ان هم ياخدوا صيت اكتر من الكابتن ماهر، لان هو ما كانش من اللعيبه اللي بتتفلسف او بتمسك كوره، انما هو بعض اللاعبين الاخرين اللي بتلعب في الليبرو الصائد بقى اللي هو كان بياخد الكره بهدوء من غير فاول يشتغل وبتاع الكلام ده. يمكن كابتن ماهر سبب كبير في شهرة بعض اللاعبين، لأنه كان مخلص جدا في أدائه وكان مثال مشرف ونموذج في هذا المركز. يعني طيب نروح بقى للمدرب المصري. يعني زي ما بقول لحضرتك يعني اللعيب بيقابله مشاكل، التحكيم بتقابلها مشاكل، كل المنظومة، لكن المدرب حضرتك مريت بجزئين مهمين جدا، جزء التدريبي على مستوى الممتاز به وطبعا الممتاز ألف. أنت شايف تدريب أسهل فين، ممتاز به ولا ألف؟ لا هو طبعا بيختلف كليا وجزئيا. يعني انا مرنت هنا ومرنت هنا، طبعا انا بجد صعوبه في الممتاز به، مش فنيا، توافر الادوات اللي تساعدك كمدرب او كمدير فني. بمعنى انت في الدوري الممتاز كل المباريات مذاعه، بتعرف الفريق اللي انت هتلعبه، شايف تقدر تقطع وتقدر تجيب محلل اداء التحضير، عمليه التحضير، تحضر المباراه بشكل جيد جدا، ان الدنيا مفتوحه قدامك. عكس الممتاز بيه طبعا يعني تكاد ان ما فيش اذاعه مباريات، حتى لو انت وديت مصور على حسابك عشان يصور للفريق المنافس اللي انت هتلعبه المباراه اللي جايه يمنعه دخوله، فبالتالي ممكن بتقابل المجهول وما بتوصلش المعلومه بشكل جيد، فبتجتهد اكتر وبتتعب اكتر عشان تقدر توصل للشكل اللي انت ممكن تلعب بيه قدام الفريق. دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا الملاعب مختلفه تماما. ممكن تلاقي في الممتاز بملاعب لا تصلح، ممكن تروح تلاقي كرات بتلعب فيها الخصم او المنافس لا تصلح، هو بيقول لك انا متعود عليها وهضايق الخصم اللي هو جاي يلعب في حاجات كتيره جدا. عكس طبعا ممتاز، ودي حاجه برضو بنشكر اتحاد الكره او اللجنه الخماسيه عليها دلوقتي، ان هم وحدوا كره الدوري الممتاز الف، جابوا كره موحده لكل الانديه. اتمنى انها برضو تعمم على الممتاز بالاهتمام الاعلامي في كل شيء، اهتمام اعلامي، اهتمام تنظيمي للممتاز به، رغم ان هو الدور التالي للممتاز المفروض يبقى فيه اكثر اهتمام من كده، لان دي نواه للممتاز. وانا في لو يعني معلش انا عن نفسي مريت بتجارب كتيره جدا، ان انا جبت لعيبه كتير جدا من الممتاز به او القسم الثالث، وبقوا لعيبه لها اسمها دلوقتي في الدوري الممتاز، وعصام الحضري عصام الحضري اعظم حارس مرمى في الفتره الاخيره، هو كان جاي من دمياط، يمكن دمياط كان بيلعب وقتها ممتاز، انما من الاقاليم ومن الممتاز به. فمهم جدا الاهتمام بالدوري الدرجه الثانيه والدوري الدرجه الثالثه والتطوير. فانا كمدرب لا طبعا الممتاز فنيا اصعب، فنيا دور ممتاز، فرق كبيره، امكانيات كبيره، لاعبين على مستوى عالي، الناحيه الفنيه اصعب من الممتاز به، انما الممتاز به اصعب بقى في النواحي الشكليه والاداريه والتنظيميه. بس كابتن مع عدم قطع حديثك، كلمت مع بعض المدربين بيقول لي لا الناحيه الفنيه في الممتاز الف بتبقى الى حد ما اسهل شويه، لنقطتين. النقطة اللي حضرتك بتقولها عملية التحضير أسهل، لأن كل عارف بعضه، طرق اللعب معروفة للجميع، وكمان أنت عارف لما يكون مش هقول عشوائية، لكن لما يكون الريتم بعشوائية في الممتاز ممتاز به، بيبقى العملية يمكن اللي هو الكرات الطويلة ما فيش ريتم للمباراة، ما فيش شكل معين تقدر تحكم إن الفرقة دي بتلعب بطريقة لعب معينة. انت شايف الموضوع ده صحيح؟ يعني الموضوع الفني ده لا، هو في فرق ما بين الفنيا المستوى الفني للاداء. بعض الفرق الممتاز به طبعا زي ما قلت لحضرتك ان الممتاز به انت بتلعب فرق وملاعب
ممكن يعني انت تتعبك تلعب بشكل مختلف. انما بالظبط كده حسب الفرق اللي انت هتلعب قدامها، حسب الملعب اللي انت هتروح هتلعب فيه بتغير طريقتك حسب كل الكلام ده. انا بتكلم الصعوبه في الممتاز الف في النواحي الفنيه ان انت بتلعب فرق كبيره. يعني انا مثلا انا بتكلم عن نفسي ان انا مثلا ماسك الداخليه او فرقه طنطا او اسوان او اما تلعب الاهلي والزمالك برضه يعني ومع ذلك الحمد لله قدرت اعمل نتائج كويسه مع الاهلي والزمالك، بس يعني كل حين واخر يعني. صحيح. فنيا كدوره ممتاز ككل، لا فنيا اعلى كتير لان مستوى اللاعبين اعلى كتير جدا من الممتاز به. انما صعوبه في الممتاز بيه، صعوبه دي راجعه للملاعب، راجعه لطريقه تحضير للمباراه، اجواء المباراه نفسها، برضو خاصه لو انت بقى فريق عايز تصعد للدوري الممتاز، فبالتالي انت فريق واحد هو اللي عايز يصعد للدوري الممتاز، فبالتالي انت مطالب منك تفوز بمباريات كتيره او عشان خاطر تقدر توصل للهدف اللي انت عايزه. انما في الممتاز الف وجودك في وسط الجدول ده مكسب كبير، وجودك ان انت ما هبطش، ثلاث فرق بس اللي بيهبطوا وال 16 فريق او 15 فريق بيبقوا، وانت موجود من ضمن ال 15 ده يتحسب لك لو انت في نادي صغير او نادي متوسط. فاحنا على هذا الاساس بقول ان الدوري الممتاز في صعوبه في بعض الاشياء، والدوري الممتاز به في صعوبه في اشياء اخرى، وانا جربت ده وجربت ده. طيب انا هستاذن حضرتك نطلع فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نكمل حوارنا مع الكابتن علاء في النقطه الاخيره اللي قالها الدوري الممتاز، وهنرجع ليه كابتن علاء ومبارياته وقيادته للفرق في الدوري الممتاز بعد الفاصل.